فاز الأهلي على الزمالك في دوري الشباب مواليد 2005 في بداية دور التحديد البطل. قبل ما أدخل في أي تفاصيل متعلقة بنتيجة المباراة ومين النهاردة اللي كان متألق وظاهر بشكل جيد في صفوف النادي الأهلي، الزمالك النهاردة استعان بمين، الأهلي النهاردة كان غايب عنه مين، عايز أتكلم على نقطة برضو غريبة جدا. أنت بتلعب دوري الشباب أو دوري الجمهورية، والطبيعي والمنطقي يمكن ده تشكيل الأهلي، بس قبل بس ما أروح للتشكيل بتتعمل قرعة، لأن هو دوري من دور واحد، فدوري من دور واحد فهتتعمل قرعة. القرعة لما اتعملت في البداية لما كان دوري من دور واحد، المباراة كانت اتلعبت في ملعب الزمالك. طيب دلوقتي داخل على دورة تحديد البطل، فبتاخد أول 10 أندية في المراكز الأولى وبتعمل معاهم دورة لتحديد البطل. أوكي؟ طيب أنت عملت الدورة دي وحددت برضو إن تحديد الملاعب هيكون بالقرعة. فلما اتعملت قرعة برضو، المباراة النهاردة في ملعب 100 عقبة في نادي الزمالك. على فكرة يعني المفروض لو انت هتلعب دوره لتحديد البطل ما تلعبش على ملاعب الانديه، ممكن تختار ملاعب محايده، خاصه انت بتتكلم على فريق يعني ب 18 سنه، يعني اللعيبه اللي بتلعب في المرحله دي المفروض بيكونوا موجودين في الفريق الاول من سنه وسنتين، فالمراحل دي لو اتنقلت لمباريات او في استادات اكبر هيبقى افضل كتير، لكن فكره انك تعمل قرعه تاني، ما انت هنا ممكن ما يكونش فيه تكافؤ فرص، فريق يستضيف فريق مرتين وممكن يكسبه في الاولى ويقصيه من الادوار النهائيه. فاعتقد الحته دي عايزه مساله تنظيميه شويه من المسؤولين عن القطاعات والبراعم في اتحاد الكوره. الحاجه الثانيه لما تبص كده على تشكيل الاهلي اللي هنستعرضه على الشاشه، اولا حارس المرمى حازم جمال، ده مقيد في قائمه الاهلي الافريقيه الثانيه في فتره القيد الثانيه، معتز محمد، احمد عبدين، يوسف عبد الحفيظ، محمود لبيب، احمد وحيد، يوسف جمال، طارق فوزي، فارس خالد، ابراهيم عادل، محمد احمد شيبه. القايمه دي فيها ثلاثه مقيدين في قايمه الاهلي الافريقيه، حازم جمال، معتز محمد، يوسف عبد الحفيظ، مقيدين في قايمه الاهلي الافريقيه. وبالتالي الحمد لله في لعيبه من قطاع الناشئين باذن الله هيكونوا ذخيره جيده جدا للفريق الاول خلال الفتره اللي جايه. بس لما تبص على تشكيل الاهلي اكيد هتسال بينك وبين نفسك، طب هل التشكيل ده هو التشكيل الاساسي؟ هل العناصر دي هي كانت دايما العناصر الاساسيه مع الاهلي مواليد 2005؟ هقول لك لا اطلاقا. ازاي بقى؟ الأهلي النهاردة بيلعب مع نادي الزمالك وسط غياب 8 أو يعني من 6 إلى 8 عناصر أساسية كانوا بيلعبوا دايما مع الأهلي مواليد 2005، منهم 2 لعيبة تم تدعيم قطاع الناشئين بيهم في انتقالات يناير، المهاجم الغاني والمدافع الغاني اللي تم إعارتهم في الساعات الأخيرة لمصرية للاتصالات وأحد الأندية الدرجة الثانية. يعني اللعيبه دي الاهلي كان جايبها عشان يكونوا اضافه في الفتره الحاليه مع قطاع الناشئين ويستعين بهم الجهاز الفني للفريق الاول، مش موجودين في مباراه النهارده تم اعارتهم. مين تاني غايب؟ عندك كمان احمد خالد قباقه وزعلوك تم اعارتهم لفريق فيوتشر، وبالتالي النهارده ادي 4 لعيبه. بس كده؟ لا، ده انت كمان عندك 2 لعيبه كانوا مؤثرين جدا في هذا الفريق وفي هذه المرحله السنيه. بتتكلم على حسام عادل وبتتكلم على عمر سيد معوض. اللي بيتمنى له بالتاكيد الشفاء العاجل ان شاء الله هو وحسام، الاثنين تعرضوا لاصابات يعني فتره طويله فبالتالي ما كانوش موجودين النهارده. في ظل هذا الكم من الغيابات ولاعيبه مؤثره ومهمه جدا، نجح الاهلي في الفوز على نادي الزمالك، اللي النهارده الزمالك استعان بلاعب من الفريق الاول، محترف اوغندي، محترف افريقي، تم التعاقد معاه في انتقالات يناير، والمفروض هو في مرحله سنيه تحت السن، لكن الزمالك بيستفيد بيه في الفريق الاول وبيتمرن من ساعه ما جه مع الفريق الاول، ولكن النهارده مدرب الزمالك بيتفرج على الزمالك فمحتاج يتفرج على اللعيبه المحترفه اللي انت تعاقدت معاها تحت السن. فلعب النهارده 90 دقيقه موتيمبا، لعب النهارده 90 دقيقه مع الزمالك، ومع ذلك قدر الاهلي بقياده جهازه الفني اللي هو مين؟ الكابتن حسن محمد مدير فني، الكابتن محمد صلاح مدرب مساعد، كابتن ابراهيم عبد الجواد مدرب حراس المرمى، وكابتن ابراهيم عبد الجواد من المدربين المخضرمين اللي اشتغلوا فترات طويله جدا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وقبل كده كان موجود في يعني فترات سابقه في برضه انديه الدوري الممتاز، عمار فتحي الاداري، محمد فوضه طبيب الفريق، محمد نحله المعد البدني، والكابتن عبد الله امام اخصائي التدليك.